السلام عليكم. عرفت ولاية برج بوريريج هي الأخرى بعد ولاية المسيلة اليوم السبت حريق مهول أتى على مصنع العطور ومواد التجميل، وحسب المعلومات المستقاة من وسائط التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية، فقد عرفت ولاية برج بوريريج وبالضبط في بلدية العناصر اليوم السبت حالة استنفار قصوى لمصالح الحماية المدنية، والتي تدخلت على جناح السرعة بعد تلقيها نداء من مواطنين. وبعد عدة محاولات تم إخماد هذا الحريق المهول والذي أتى على بضاعة ضخمة من العطور ومواد التجميل، والحمد لله لم تسجل أي خسائر بشرية باستثناء بعض حالات الهلع والخوف بين العمال وسكان المنطقة.